السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعلم جميعا بأن ترجمة الشعر ترجمة عميقة جدا، ترجمة تعتمد على الخيال وتعتمد على أفكار وثقافة معينة. ليس كل مترجم يكون محترفا في الترجمة الشعرية، ولكن بالإمكان أن تتماشى مع الترجمة الشعرية إن كانت لديك هواية، على العكس من الشخصيات التي تولد بعقليات أدبية روائية قصصية شعرية بالفطرة. فالذي يولد بالفطرة عكس الذي يولد أو الذي يؤهل نفسه ويكتسب الثقافة الأدبية عند الترجمة. فحينما نترجم بيت بسيط، مثلا إن قلنا twinkle twinkle little star how I wonder what you are، انظروا إلى نهاية الرايم القافية star are. حينما نترجمها مثلا بالإمكان أن نقول إن أردنا المقاربة twinkle twinkle little star، twinkle بمعنى تلألأ، twinkle little star أي نجم صغير، star نجم. أوكي، فنترجمها twinkle twinkle little star تلألأ تلألأ أي تلألأ أيتها النجمة الصغيرة، أو تلألأ تلألأ أيها النجم الصغير. how I wonder what you are. فيا العجبي ماذا تصير، النجم الصغير يصير. هنا نوع من القافية، وهذه تحتاج إلى نوع من التفكير والخيال. هذه كانت ملاحظات بسيطة. twinkle twinkle little star how I wonder what you are، تلألأ تلألأ أيها النجم الصغير فيا العجبي ماذا تصير. هذه كانت خاطرة صباحية مشرقة كأرواحكم الجميلة. تابعوا الحساب ونتمنى أن تكونوا بخير وعافية. Peace.